عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله وصلت معكم هاد الكسوه كلوش ولا روبه، واليوم ان شاء الله غادي نخيطها معكم، نوريكم الطريقه ديال الخياطه ديالها. كما شفتوا هنا راه في الصنه درنا ديكوب هنايا في الصدر، دابا غادي نخيطوهم هنايا في هاد البلاصه هادي. راني ما حيدتش داك 2 سنتيم اللي كندخل بيها هنا في التركيز ملي كنت كنفصل، دابا غادي نخليها هنايا لحقاش هادي هاد الجهه هادي الصغيره اللي كتكون من هنا كتشرب كتجي ناقصه على هاد الجهه هادي ملي كنخيطوها. خصنا دائما نزيدو فيها واحد 2 سنتيم، انا ما زدتهاش في الخياطه على حساب هنا داك 2 سنتيم اللي غادي نحيد من هنا، انا ما حيدتهاش باش تجيني هي هذيك من نخيطها. شوفوا معايا، ما غادي نجي نحط هاد القطعه هادي، ما غاديش نحطها على التاليه، نخلي واحد 2 سنتيم هنا حد هنا، وغادي نبدا الخياطه ديالي. بحرامي نخيطها تجيني قد قد في هنايا، تجيني من هاد البلاصه هادي يجوني قد قد، حيت هاد الجهه هادي بحال اللي كتشرب واحد 2 سنتيم. انا ملي غادي نخيطها راه غتفهموا معايا. هنا الا بغيتو ديروا البانكات، ما بغيتوش راه كتمشيو معاها سنتيم ديالكم حتى كتوصلوا لهنايا لهاد البلاصه فين درت معاكم البانسا. راني صيبت معاكم البانسا في الجهه الاخرى، هاد الجهه هادي ما صاوبتش معاكم. انت غنطلع واحد 12 سنتيم وغادي نخرج هنايا. وندير واحد البانسة هنايا، راني مصاوبة معاكم في الفصالة. هاد الجهة الصغيرة هادي هي اللي غتكون من التحت. شفتو هنا راه وسعت، وهنا مشيت على سنتيم. غادي ندوز لها السورجي هنايا وغندير لها عبر الصبار. هادي هي ديكوب ديالنا، مازال غندوزو لها عبر الصبار في هاد الجهه هادي، والجهه الاخرى حتى هي غندير لها نفس العمليه. هنا راه دوزت لها السورجي، غندوز لها عبر الصبار. شفتو هذا هو عبر الصباط ديالي، هاد 2 سنتيم اللي هنايا غادي نحيدها، غنجي لهنا للزيرو. هي هادي حيدناها، دابا غادي ندوز نركب هاد التبطين ديالهم. هذا هو التبطين، غنبدا من هنا من هاد الكرانه. هذا الظهر غندير له الخياطه هنا في الظهر، غناخذ سنتيم هنايا ونجي لهنايا ندخل 2 سنتيم. طلعت من هنايا 12 ديال السنتيم وحطيت البانسه هنايا باش يجيني الظهر داخل حتى هو.
هذا الكول ديالنا غادي نجيب من هنايا، غادي ناخذ سنتيم وندور معاه حتى لهنايا. هذه الكتف، هذه الخياطه ديال الظهر، ديال المنتصف ديال الظهر. غادي نجيبو المنتصف ديال الكول، هو هذا راني دايره فيه كرانه انايا. غادي نشد هكا المنتصف، غادي نحطو هنايا، غادي نشد هاد القنت هذا، هاد الخياطة نحلها هكا، غنجي وغنشدها هنايا مع هاد الخياطة. كيما شفتو غادي نقلب عليها هاد الجهات، هادي تبقى مهنا مع الخياطة باش يجيونا مقادين، ونقلب هكايا. هذه الخياطة ديال الكتاف هي هذه، وهذا الكول ديالنا، هذا داك التبطين غنجيبو هكا، التبطين غيجينا حد الكتاف. غادي نطوي واحد نص سنتيم ديال هاد التبطين لداخل هكا بهاد الطريقة باش يجينا مفيني من هنايا. نشد بالبانكات، صافي، وندوز عليه بالخياطة. نشد الخياطة من هنا، من هاد الخياطة اللي عندي هنا، نشد من هنا ونمشي. هذا هو الكول ديالنا، هاد البلاصة غادي ندوز لها السورجي، وغنولي ندوز عليها الخياطة هنايا من كون دايزة من هنا بعبر الصبار. إلا بغيتوها تجي مفينية من هنا غديرو لها التبطين بحال هكايا وتلصقوه من هنا وتجيكم مفينية. أنا هادي ديالي ما درتلهاش، لصق الكمام. هاد العلامه اللي درت معاكم هي اللي غتجيني من الامام، الجهه ديال الاماميه.
دابا غادي ندوز عبر الصبار، غندوزو من هنايا، غنبدا من هاد البلاصه وندور عليها كامله حتى نوصل لهاد البلاصه هادي. هذا التالي ديالها ندور عليها كامله، ندور هنا على الكول، غادي نجي لهنا نفتح نقاد الخياطه. غادي هذا هو الكول ديالنا، يجي هكا. دابا غندوز عليه عاود بالخياطه هنايا في هاد البلاصه هادي. قديت هاد الدوفا فوق الدوفا، درت وحده فوق وحده، وقديتهم مع الظهر، الظهر هو من التحت، قديتهم صافي. وغندير البانكات، ندير البانكات باش ندوز عليهم بالخياطه من هاد البلاصه هادي باش يتشدوا ليا، وعاد داك الساعه نلصقهم مع الصاير. كما شفتوا راه جاوني كروازي، ها هو فين جاي التحتانيه فين واصله. وهنا غادي نطلع الصدايف ديالي، غندير وحيده هنا وحيده هنا، ونشوف الى هذا نزيد لهنايا. ما كانش غادي نخلي مشي الكول يجيني مقلوب، يجيني بحال هاد الطريقه هادي. لما بغيتوش يجيني محلول بزاف غنسدو حتى لهنايا، فيما بغيت نسدو غنسدو. ندير لي بوطون هنايا في هاد البلاصه هادي، هذا هو الكروازي ديالي. صافي انا لصقتهم دابا، خيطتهم ها هما. دابا غادي نجيب لصقهم مع الصايه، ندير بعدا الجيه بالصايه نخيط لها الجيه، وعاد لصقها هنايا. دابا غادي نخيط الجيه ها هما فين حليتهم، راني وريتكم الطريقه داك النهار في واحد الفيديو واحد اخر. كندخل هنايا 5 سنتيم ونهبط 14 ونحيد هذا. هذا هو الطريف اللي حيدت منها، وهاد القطعه هذه غنديرها ديكور. كما شفتوا درت هنا في العرض 10، وهنا كندير الطول ديال الجيب، درت هنا 16. غنخيطها من هنايا. الجيب هنايا
هاد القطعه هادي غتجي دايره هكا، غتجي بحال هكا، غتجي مخيطه عليها هادي، تجي انفينيا وغندير لها صديفه هنايا، كيجي زويون هاد الشكيه. ندخلو شويه نخلي واحد هاد الحاشيه ما نوصلهاش حتى للحاشيه، هذا ما نوصلوش هنا حتى للحاشيه، نخلي واحد جوج سنتيم بعيد، ندير له البانكه هنايا، غندير له البانكه هنا. الزوائد نحيدهم، مشوا معايا، هذا غنقلبو لداخل هنايا، هذا هو هنا غندير لها صديفه. غادي نشدو من هنا فهاد البلاصه هاد الجيب، وغنشدو من هنا وعاد ديك الساعه نخيطو من الداخل وندوز للسول. كما شفتو هادي هي الفتحه ديال الجيب، وهنايا هادا غيجي ديكور هاد الطريف هذا من الفوق، غنديرلو صديفه هنايا. دابا غادي نلاقي هاد الصايغ، نلاقيها مع 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 الجزء الفوقاني. هادي الصايغ حطيتها، هادي الجهه ديال الامام وهادي الجهه ديال الامام، غادي نلاقيهم، غنجي نشوف فين هو المنتصف. هذا المنتصف انا علمته ديال الصايه، غادي نجيب غادي نشدو هنايا بالبانكو، غادي ندي هكايا نشدو بالبانكات، هنا شديتها بالبانكات غادي نخيطها، خيط ديال الامام وديال الظهر بجوج، وعندك ساعات نلاقي الجناب. شفتو هذا هو الجيب ديالنا، هذه هي الصايه لصقتها هنايا. دابا غادي نلصق الظهر، نخيط الظهر مع مع الصايه، دابا لقيت الظهر، ها هو لقيت الظهر والقدامي هو هذا. دابا غادي نجي نلاقي نبدا من الكمام، هنا لكم راه درت له السورجي، دورت له السورجي، هنا الخياطه تجيني قبالة الخياطه هذه ديال الكم، وهنايا هذه ديال الحزام تجيني الخياطه قبالة الخياطه.
هي الاخرى حتى هي غندير لها بحال هكا حتى هي اللقيه هادو الخياطات الجناب ديالي. غندير لوغلي لهذا الكوب غندخل غير سنتيم كما تشوف الفصاله راه الثوب ما كانش كافيني باش لبستها درت لي سياج راه بحال جاوني هما هادو هذه هي الكسوه ديالنا راه جدات مازال غادي نصاوب لها هادو من الداخل غادي نشدوهم هكايا كما شفتو وغنقلبهم هكا وندوز عليهم بالماكينه كما شفتو خيطتهم مع الكتاف من الداخل كيجيو فينين من برا هنا الا بغيتو تشدوهم بخويط هنايا غير تنشبوهم غير بيديكم غير بالابره والخيط هكا جيبو تسرحوهم هكدايا وديري لهم غير تنشيبه خفيفه تشدوهم بخويط باش ما يبقاوش هذا فانا ما غنشدهمش حيت غندير لهم صدايف هنايا غيجيو صدايفات هنا غادي يتشدو ليا صافي هذه هي الكسوه ديالنا دابا نوريها لكم ان شاء الله الشكل النهائي كي كيجي كي جات مي غنركب لها صدايف هادو الجياب نزال ندير لهم صدايفه